الصور القادمة من غزة والمعاناة غير المسبوقة التي سببها الجيش الإسرائيلي للمدنيين فككت الدائرة التي أعطته الضوء الأخضر في أوروبا لعملياته العسكرية. هذه الصور تسببت في انقسامات وصلت حد اتهام مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين بأنها منحازة تماما لإسرائيل وأن لذلك تكلفة جيوسياسية باهظة الثمن بالنسبة لأوروبا. هذا الانقسام جاء تحت ضغط تظاهرات منددة بإسرائيل عمت العواصم الأوروبية، ما دفع إسبانيا إلى طرح مسألة اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، وهذا الأمر يجد تأييدا في إيطاليا وترددا في ألمانيا، إذ يرى البعض أن برلين لا ترغب في تحمل مسؤولية هذا القرار، فهي ما تزال من بين الدول التي تترافع للدفاع عن إسرائيل في أروقة السياسة الدولية. لكن يبدو أن الموقف الأكثر تقدما ووضوحا في إدانة إسرائيل هو الذي صدر هنا في باريس. الرئيس الفرنسي في تعليقه على استهداف إسرائيل مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية قال: استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين، أعبر عن تنديدي الشديد لعمليات إطلاق النار هذه. فيما أعلن وزير خارجيته أن فرنسا ستدعم على الفور تحقيقا دوليا بهذه الحادثة.